عيلة غانم هتبتدي الأول، وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. سعيد سعيد، إمتى جوكر؟ تاريخ. تمام، هنشوف لسه بظروفك. علمت. تعلم صح. جغرافيا، والسؤال هو لامباسك هو من أقوى الزلازل التي ضربت إحدى الدول الأوروبية عام 1909، فما هي؟ في 11 يونيو بلغت شدة الزلزال حوالي 6.2 ريختر. توفى 46 شخص وأصيب أكتر من 250 شخص. سعيد، إجابتك؟ ألمانيا. ألمانيا. أستاذ سعيد موافق؟ لا، مش موافق. ولا أنا موافق. إجابة خاطئة. عيلة عبد الباقي في إجابة؟ اليونان. إجابة خاطئة. 50-50 ولا 50-50. لا؟ 50-50. دوس على البازر. اختيارين قصادنا على الشاشة، زائد 10 أو ناقص 5. فرنسا، هولندا. فرنسا. إجابتك التانية كانت إيطاليا. في الأول. في الأول، دلوقتي بقت فرنسا. فرنسا إجابة صحيحة. أول 10 نقاط لعيلة غانم، النتيجة 10 عيلة غانم،